الريال او كذلك لمنتخب لافوريا روخا منتخب اسبانيا. كره الى ضربه ركنيه هي الثانيه في المباراه للريال والسادسه في المباراه. كره من ضربه ركنيه تلعب وتبعد. بوسكيت محاولة قائمة مرة أخرى، لاحظ ما الذي يفعله الساحر في المباراة. نعم هنا المرور وهذه كرة جميلة، كرة تصل الآن لمارسيلو، خطيرة، جول جول. ريال مدريد يتقدم في قلب الكامب نو بيكي بالخطأ، جيرار بيكي بالخطأ، ومارسيلو مارسيلو بعرضيته المثيرة الجميلة اللي قال عنها بالفعل هنا. هذه الكرة هذه هديته وهذه ألعابه وهذا ما يفعله بالفعل كما يفعل بائعي الورود، يأتي بالكرات الجميلة والكرة في مكان صعب جدا حاول إبعادها وقد سجلها في شباكه. وأمام من؟ أوهو راؤول غونزاليس هنا يفرح كما كان يفرح لاعبا. وهذا النجم اللي قال عنه فالدانو يؤدي عمله بمتعة كبيرة كما لعب منتظر أن يعطي الإضافة مع فريق نادي برشلونة. والركنيات الآن وصلت إلى 16 ضربة ركنية وقد وصلت إلى 12 ضربة ركنية لبرشلونة. كرة عن طريق جيرار بيكي للويس سواريز، لا زال صامد نادي ريال مدريد بالحفاظ على التقدم الثمين وربما يريد أيضا أن يصل لزيارة ثانية للشباك، ولو فعل ذلك فإنه يقترب من سوبر إسبانيا لأن اثنين لا شيء في الكامب نو قبل موقعة البرنابيو. لا شك تعطي الكثير من الإضافة الكبيرة جدا للفريق الكبير ريال مدريد. وصلت إلى ميسي ممكن يسدد سدد والتألق على نافاس مرتين في الكرة الماضية، تألق كبير تألق لافت لنافاس في مباراة هذا المساء. وهذه الكرة تلعب الآن ولا زالت لميسي بالفعل في المكان السليم، تسديدة قوية وخطيرة وحارس المرمى هنا وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء يحتسب ضربة جزاء ضربة جزاء لبرشلونة لسواريز ضربة جزاء كرة مشتركة وفي انذار على كيلور نافاس. ضربة جزاء تأتي في الدقيقة 75، يا لها من إثارة كبيرة ويا له من ضغط رهيب مارسه برشلونة هذه اللعبة. وهنا طبعا هل كانت ضربة جزاء هذه اللعبة؟ طبعا لدينا الخبير التحكيمي هنا في قنوات أبو ظبي الرياضية إيتورالدي الحكم الذي سبق وأنا دار كلاسيكو العالم الكبير. هذه ضربة الجزاء اللي احتسبت وهنا ميسي، هنا ميسي أفضل هداف في تاريخ السوبر الإسباني ب 12 هدف من 15 مباراة، يبحث عن هدف رقم 13، عنده 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في 4 مباريات، قابلهم 4 مرات، سجل 5 مرات ويبحث عن هدف السادس في طبعا السوبر. وطبعا هو الكل يعلم بأنه كبير هدفي الكلاسيكو ب 23 هدف، إن سجل الآن يكون هدف رقم 24 وطبعا يضاعف أرقامه. لكن ضربة جزاء ضربة جزاء ليونيل ميسي يتقدم، جول جول، يعود برشلونة يعود برشلونة بضربة جزاء وتكون الأمور 1-1 ضربة جزاء. شوف فرحة البرشلوني الصغير قبل الكبير لأن برشلونة الآن بالفعل يتعادل ضربة جزاء بكل ثقة. طبعا يسجل ميسي ويتعادل برشلونة وإثارة الشوط الثاني مستمرة. نعم كل الأمور الجميلة تحدث في الشوط الثاني وهذه كرة بالفعل تنقل للأمام وحارس المرمى هنا وهذا يحدث الآن. وبالتالي كل مبارياتهم طبعا في السوبر تشهد الأهداف والآن لدينا 44 هدف وهذه كرة جميلة في المكان السليم بالفعل. وهذه محاولة خطيرة فرصة كانت ولكن أبعدت
برشلونة أخطر في الدقائق الماضية، وهذه محاولة الآن وصلت إلى بالفعل تنقل لكريستيانو رونالدو، يتقدم وأمام بيكي، يمر ويسدد. الله الله، زلزال في الكامب نو، 7 درجات بمقياس رونالدو وليس بمقياس ريختر. زلزال في الكامب نو، بطله كريستيانو رونالدو، هدف مثالي، لعبة مثالية كانت لبرشلونة، تحولت مرتدة مثالي، هو اللي بداها، وبعد ذلك عينك على الساحر على إسكو لكريستيانو رونالدو، لما مر أخذ القرار، ويا له من قرار، أخذ القرار ويا له من قرار في مقتل هذه يا كريستيانو رونالدو، في مقتل، نعم، يأتي الهدف الثاني الآن، ويا له من هدف لا يصاد ولا يرد، وبالتالي كريستيانو رونالدو، نعم 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 نعم، زلزال في الكامب نو، زلزال في لكن رجل المباراة في اعتقادي هو الساحر بالفعل إسكو في مباراة هذا المساء. كرة جميلة تلعب الآن، مرتدة، السلاح الفتاك، السلاح الفعال، السلاح الجميل، السلاح الخطير لأسونسيو في المكان السليم، سدد. أوه أوه، أسونسيو يأتي برصاصة الرحمة، والريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة، يفجرها أسونسيو ويتقدم الريال، ويا لها من مباراة مثالية، مباراة مثالية بكل معنى الكلمة، نعم نعم نعم، مثالية بكل معنى الكلمة، ويا لها من نهاية، ويا لها من قدم يسرى في غاية الروعة والدقة والجمال والإثارة، تذهب هكذا وتستقر، وبالتالي ريال مدريد في الكامب نو يفجرها. واهو هذا القرش الأبيض، هذا إذا كان في لاعب في كرة القدم يجيبه، يعني يجيبه، وبالتالي